بيكلم السيد اللي هو حسن الرويني بيكلم ضباطه عن الإعلاميين. نسمع كده التسريب ده. شايفينكم كده يا فندم، ما تبصوش عليهم ليه؟ احنا كنا في الاول متفاعلين ونتكلم كلمه بنتغاظ وبندخل وبنرد ونتكلم لانهم ما يستاهلوش ان احنا نرد عليهم ولا نتعامل معاهم. لا نتعامل مع الاعلام. انتوا شفتوا الموضوع بتاع وائل رشيد، عارفينه عمل ايه؟ جاب وزير التضامن دكتور جودة عبد الخالق وعمل معاه برنامج حوالي، وبعدين راح جايب له صورة ناس واقفين قدام فرن قلب العيش وناس ثانيين قدام مخزن بوتاجاز جودة عبد الخالق لما جاب او الناس بتوعه جابوا الصور لقوا الناس اللي واقفة هنا هي الناس اللي واقفة هنا. ادي الاعلام فرفع عليهم دعوة وبلغ هيئة الاستثمار ويرد بجاحة امبارح يقول انا لو اخطأت مهني او فني انا اعتذر، لكن في ازمات ومعانا في اثارة الرأي العام. يعيد الحلقة بعد 4 شهور ولا 3 شهور من اللي بعيد اول مرة. ادي الاعلام بتاعنا للاسف اعلام سيء، اعلام متاجر. مذيعين هو مذيع بياخد له 800,000 جنيه في الشهر. ها؟ ده يبيع اهله مش يبيع مرضه. يبيع الشركه اللي نايمه جنبه في السرير. ياخد له 8 مليون و9 مليون جنيه في السنه. فدول ناس لا يهمهم مصر ولا يهمهم مستقبل مصر ولا يهمهم. لا 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 استاذن حضراتكم، ولانه انا يعني الحقيقه يعني فاكر قصيده بنات سعاد دي من المعلقات، فانا استاذنك استاذ عمار استاذ شريف استاذه دينا، استاذنكم النبي اسمع الكوبليه بتاع الاعلاميين تاني وراي العسكر فيهم انهم متاجرين، وان الواحد فيهم يبيع الست اللي جنبه على السرير. اباحه دي صح؟ تعد قباحة يعني، إنما أسمعها تاني بعد إذنك يا علي. وتحية للواء حسن الرويني لأول مرة في التسجيل ده، إن وصف الإعلاميين دول بإن الواحد فيهم بياخدوا 800,000 في الشهر وبياخد 9 مليون. هو طبعا دول بيتكلم على إعلاميين معينين، والواحد فيهم عنده استعداد يبيع الست اللي جنبه على السرير. نسمع كده. شايفينهم كده يا فندم، ما تبصوش عليهم ليه؟ إحنا كنا في الأول متفاعلين ونتكلم كلمة بنتغاظ وبندخل وبنرد ونتكلم لأنهم ما يستاهلوش إن إحنا نرد عليهم ولا نتعامل معاهم. لا نتعامل مع الإعلام. أنتوا شفتوا الموضوع بتاع وائل رشيد، عارفينه عمل إيه؟ جاب وزير التضامن دكتور جودة عبد الخالق وعمل معاه برنامج حوالي، وبعدين راح جايب له صورة ناس واقفين قدام فرن قلب العيش وناس ثانيين قدام مخزن بوتاجاز جودة عبد الخالق لما جاب او الناس بتوعه جابوا الصور لقوا الناس اللي واقفه هنا هي الناس اللي واقفه هنا. ادي الاعلام. ده يبيع اهله مش يبيع مرضه. يبيع